ما تعرف. اليوم الممطر. حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. الان الساعه 9:30 حسب توقيت تركيا. اليوم المطر خير خير وبركه خير. اسمعوا صوته، طبعا اعرف مقصر وياكم، كل ما اريد لايكات واشتراك في القناة. ان شاء الله اقدم لكم احوال افضل، اقدم لكم الاجمل. جاي منه منه يا حبايب. طبعا اكو ان شاء الله جاي اجهز على اخراج الفيديو، هو قصير حتى احتمال يعني ما راح احكي بيه، يجوز احكي بيه ما اعرف بالضبط، حنشوف حسب الاخراج مالته. فاريدكم تشجعوني على هالشي وتسوون لايكات ان شاء الله من النشرة. ايضا يعجبكم ولا تنسون اللايك والسبسكرايب، والتواصل الاجتماعي على الانستغرام موجود، والفيسبوك راح اكتبه على الشاشة حاليا. طبعا عندي قناة ناسي اقول لكم عليها، هي مال الاغاني السريعة، اللي يحب يشترك بيها. جاي انشر بيها كل يوم بين يوم ويوم اغنية سريعة ومشكل، يعني عربي اجنبي تركي خوش. وراح اكتب لكم اسمها هنا ايضا جوا. طبعا هذا الجو صار اليوم النهار كله، اليوم النهار كله على هالمطر، بس شنو هنا ما يبين، بالشارع يبين اكثر عن شنو الجو، فيبين اكثر مما هو هنا. هذا دخان حريقي. طبعا شوف الدنيا صايرة بياض ما تبين، ما تبين بالكاميرا طبعا. شوف هالحمار، طبعا الدنيا هي عبارة عن بياض صايرة. هاي الله يبعدكم عنها المقابر، بس مع الأسف ما جاي تبين أصلا، غوشت حتى الكاميرا. يلا حبايب نستودعكم بالله، وإن شاء الله يعجبكم هذا المقطع، راح أحطه وياه مقطع صغير بالنهاية، يعني مو عبالكم خلص المقطع، لا أنا راح أستودعكم بس أخلي لكم مقطع بالنهاية. اليوم صورت القاعة مال الحديد، مثل ما قلت لكم لا تنسون الاشتراك بالقنوات، هاي القناة والقناة مال اغاني اذا عجبتكم، ولا تنسون اللايكات بالنسبة لهاي القناة والقناة للاغاني. للي يشترك بها راح احط اسمها وراح احط الرابط مالتها بالدسكربشن. ان شاء الله هي عجبانكم وتصبحون على خير حبايب. يا جماعة هذا 80 كيلو هنا الاخ راح يشيلها، هذا 80 كيلو تصبر، 80 هنا و 80 هنا، 160 كيلو 180 كيلو. شوف بس صورنا خليتي صفحة واحدة. شوف شوف راح اعطيها هي بس صفحة واحدة طبعا. ما تنشال، تعال خليني اكمل لك. صو اسد.
اصبر اصبر.